اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هنروح لدينا عشان تقول لنا بقى اخبار الطقس بالتفصيل. دينا يمكن طمنتينا من شويه سريعا كده على اخبار الطقس، قول لنا بقى التفاصيل. انا طمنتكم ان الجو حار صح؟ لا يعني انه في انخفاض في درجات الحراره الى حد ما. الى حد ما. خلونا دلوقتي ناخدكم في اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. هيكون مائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ده غير أنه في فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. في كمان نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط، وده هيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 متر ل 2 متر ونصف. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس، ويمكن أنا يعني بعرف الطقس شوية من خلال الشبورة أو الرطوبة الصبح اللي بتبقى الفجر وقت ساعات الفجر. هل فعلا في ارتفاع النهاردة في درجات الحرارة أو هنحس بحرارة الجو بشكل أكبر؟ هو احنا طبعا فترات النهار هنحس بارتفاع نسب الرطوبه، فهنحس اكتر بارتفاع درجات الحراره، لكن درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. هنشعر بتحسن في الاحوال الجويه خلال فترات الليل، ونشعر بالاعتدال الكامل في درجات الحراره وفي الاحوال الجويه خلال فترات الليل وخلال الصباح الباكر، لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط. هيكون طبعا في نشاط للرياح سرعات ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده هيكون بعد فتره الظهيره مع دخول ساعات المساء وساعات الليل، هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبالتالي هنحس باعتدال الاجواء فترات الليل. فترات النهار الاجواء هتكون اجواء حاره رطبه على اغلب مناطق الجمهوريه، فيما عدا طبعا المناطق الجنوبيه الاجواء عليها هتظل اجواء شديده الحراره رطبه خلال فترات النهار. صحيح. بالاضافه كمان طبعا مستمره تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. مع تمام كمان في فرص سقوط الامطار على المناطق الجنوبيه، سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين مرسى علم راس سليم. طيب بالنسبه للسواحل الشماليه بالنسبه للتحسن ومزيد من التحسن في الاحوال الجويه وانخفاض في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل باذن الله. طيب احنا برضو عايزين نطمن من حضرتك، لان في نشاط للرياح على السواحل الشماليه وخاصه كمان البحر المتوسط مرتفع الامواج فيه من 2 متر ل 2 متر ونصف، وده خلال ال 2 ساعه او 72 ساعه القادمه. ده تاثيره ايه على درجات الحراره تحديدا في الساحل الشمالي؟ هو طبعا نشاط رياح اللي هيكون على مسطح البحر المتوسط ده هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، وهيؤدي ارتفاع امواج فهيشكل خطوره على الساده المصيفين، لكن تاثيره طبعا على درجه الحراره هنبدا نشعر بانخفاض في نسب الرطوبه، وهنحس بانخفاض في درجات الحراره. يمكن كمان متوقع مع غدا مع وجود نشاط رياح يكون في فرص لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على المناطق الساحليه، وهيكون معها طبعا فرص لسقوط الامطار على اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط وشمال الدلتا. زي ما قلنا غدا وبعد غدا ان شاء الله هنحس بمزيد من التحسن في الاحوال الجويه، يمكن نشعر باجواء اشبه بالاجواء الخريفيه باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على متابعتك اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. خلونا نتعرف دلوقتي على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 33 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 34 23، الاسكندريه 30 24، العالمين الجديده 30 23، مطروح 30 23، السلوم 31 23، بورسعيد 31 26، دمياط 31 25، السويس 33 24، الاسماعيليه 33 24، العريش 30 23، طابا 35 27، كاترين 33 19، شرم الشيخ 38 29، الغردقه 38 29، الفيوم 34 24، بني سويف 34 23، اسيوط 36 23، سوهاج 38 24، قنا 40 27، اسوان 42 29،
الوادي الجديد 40-27 وحلايب 36-26 واخيرا شلاتين 38-29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الجو النهارده. هرجع مره ثانيه لمصطفى وجمانه عشان نكمل معاكم. صباح الخير يا مصر. طمنتينا والله يا دكتور منار طمنت. شكرا ليكي. شكرا ليكي.